لا غرابة أن تكون معركة حطين إذن من معارك الإسلام الكبرى. معارك الإسلام الكبرى أهم ثلاثة معارك على الإطلاق بين كل المعارك: غزوة بدر، ومعركة اليرموك، ومعركة حطين. معركة حطين قلبت أوضاع العالم. معركة حطين أعطتنا دروساً لا يمكن أن تعطينا إياها معركة أخرى وحادثة أخرى. في معركة حطين تعلم المسلمون جميعاً أن القوي لا بد له من نهاية، وأن الظالم لا بد له من نهاية، وأن الظلم مهما طال لا بد من أن ينقضي، وأن المنتفخ لا بد من أن يأتيه يوم وينتهي انتفاخه إلى لا شيء، وأن البالون مهما كان ضخما فإنه يبقى بالونا، وهكذا الباطل مثل البالون ينتفخ ويكبر ثم عند اللحظة المناسبة ينفجر وينقضي وينتهي، وتنتهي معه كل هذه الانتفاخة الكبيرة. في معركة حطين علم الناس جميعا، وعلم المؤرخون وعلم غيرهم عالما أو جاهلا، أن الظلم مهما بقي في هذه الأرض فإنه لا يعيش. هذه الأرض بالذات، الأرض المقدسة، أرض لا يبقى فيها الظالم ولا يعمر فيها ظالم. فالصليبيون بقوا في مدينة القدس 92 عاما هجريا، 88 سنة ميلادية، وفي النهاية انتهوا وزالوا، وزال الاحتلال بعد أن كان الناس في ذلك الوقت يقولون لا يمكن أن يخرجوا من تلك الأرض ولا يمكن أن تهزمهم أي قوة. كان بعض الناس مثل، يعني أعطيكم أمثلة، الإدريسي كان يقول في عندما يكتب في ذلك الوقت، كان يقول وهو كاتب في ذلك الزمان، كان يقول عندما افتتح الله هذه الأرض لهؤلاء الناس اللي هم الفرنجة، كان يقول فتح الله عليهم وأعطاهم إياها، باعتبار أنه كان خلاص فاقد الأمل تماما، انتهت، الله عز وجل أعطاهم هذه الأرض، فأنتوا ليش متعبين حالكم؟ ليأتي صلاح الدين ويعلنها للعالم كله أن الأمر ليس كذلك، وأن الحق يبقى حقا. القوة لا تصنع الحق، بل الحق هو الذي يصنع القوة، وهذا نتعلمه من هذه المعركة الكبيرة، من هذه المعركة المذهلة. نقطة أخرى لم يفهمها الصليبيون في ذلك الوقت، وهي أن لمس الشعور الديني عند الناس والمقدسات عند الناس هي قد تكون فعليا أهم شرارة يمكن أن تطلق المارد المختبئ في هؤلاء الناس. الناس فعليا كانوا ينتظرون ويتحضرون، والأمة تتجهز منذ 80 سنة، منذ أيام عماد الدين زنجي، مرورا بأيام نور الدين محمود، وحتى أيام صلاح الدين يوسف، صلاح الدين الأيوبي، كانت تتحضر وتتجهز. وصلاح الدين عندما وقع على الهدنة مع الملك المجذوم لم يكن قد وقعها لأجل اتفاقية سلام نهائي يتنازل فيه عن هذه الأرض، وإنما كانت وقفا مؤقتا لكي يستعد فعليا لعملية التحرير. فلما مس الشعور الديني الأقسى عندما تجرأ هؤلاء على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مقام الحج والحجاج، كانت القاصمة بالنسبة لهم. وفعليا كل من يتجرأ على الشعور الديني يجب أن يفهم أنه إنما يضرب وترا حساسا عند الناس. هذه القضية لا يمكن أن تنزعها من صبغتها، لا يمكن أن تنزع صبغة الأرض المقدسة وصبغتها الدينية من عقول الناس وقلوبهم. هذه النقطة يجب أن يفهمها الناس جميعا. هذه الأرض ليست لأهل فلسطين، لأنه ببساطة القضية ليست مرتبطة بأهل فلسطين وحدهم، هذه الأرض لكل مسلم على وجه الأرض، وهذه الأرض كل مسلم مسؤول عنها. لذلك في معركة حطين جاء صلاح الدين ليثبت هذه الحقيقة ويثبتها على الأرض مع المجاهدين الذين جاءوا معه من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وليأتوا معا بالفتح والفجر القادم لهذه الأرض المقدسة.